السلام عليكم. بالنسبة لجمعية آباء أو وأولياء أمهات التلاميذ مدرسة الشهيد حسن الصغير اللي حنا تنمثلوها كأمين مال الجمعية، تلقينا شكاية يوم الأربعاء 3 فبراير. هاد الشكاية اللي على هاد الحادث المأساوي للأسف، وقمنا باللازم على أساس أننا نمشيو مباشرة باش نهضروا مع المعني بالأمر ونمشيو نهضروا. ارتأت الجمعية أولا باش تعطينا نصائح للآباء باش ما يديروش واحد ردة الفعل اللي هي خايبة وتكون ضدهم. من بعد ما مشينا عند السيد المدير اللي استقبلنا وخدا الأقوال ديال التلميذات، يعني في الحين حضرت الشرطة اللي ما كانش، ربما كان واحد طرف ثالث مازال لحد الآن مازال ما عرفناش شكون هو اللي اتصل بالشرطة. وللأسف حنا هاد المأساة اللي وقعت، ربما احنا كنا عن يعني غافلين عليها، وارتأت الجمعية على أن يكون واحد الدور لها، واحد الدور والمتابعة للمؤسسة. الثقة هذا هو الأهم، احنا كنا تايقين في الأستاذ المعني بالأمر، لا داعي لتلك الاسم. نحن الآن في مواكبة يعني جميع المستجدات اللي ظهروا فيهم حالات أخرى انتقلوا من المؤسسة، وهذا دليل على أن هذه العملية كانت تتم يعني أكثر من سنتين، ونحن مواكبين حتى الأسر وهذوك الفتيات اللي احنا داعمينهم ومعنويا على أساس أننا يعني تكون عندنا واحد المواكبة لهم وحتى النقاط ديالهم، وتكون حتى يعني بعض الحوارات وبعيدا عن تلك الضوضاء اللي غادي يخلقها لنا، يعني غادي تخلق داخل المؤسسة رغم أنها صدمة كبيرة للجميع. إرسائنا باش تكون يعني عندنا واحد المواكبة مع هذوك البنيتات ومع حتى العائلات ديالهم إن شاء الله اللي غد في هذه الأحداث. ربما الجمعية بغت حاليا تتفكر باش نضيفوا ويعني كاميرات مراقبة اللي غتكون داخل المؤسسة وأمام الباب أيضا، باش أي حركة تكون داخل أو خارج المؤسسة تكون جمعية الآباء عارفها وعارفة الداخل والخارج. إن شاء الله نتمنى ويكون خير. بالنسبة لنشر واحد الإشارة للأساتذة اللي تدرسوا هنا، يعني واحد الحالة نفسية صدمة كبيرة بزاف، يعني واحد الحالة لدرجة أنهم تواصلت معهم وحتى هم تواصلوا معايا على هذا الحادث هذا، يعني هما في واحد الحالة نفسية يرتالها، وحنا داعمينهم كجمعية آباء، نحن داعمينهم وواقفين معهم، ومرة تنمشيو نهضروا معهم يعني باش نركموا وسات لهم، لأنهم تخدلوا كيف تخدلنا حتى حنا. وإشارة أن واحد الأستاذ اللي هو بكى بزاف، وجوج الأساتذة قرروا باش كاع ينتقلوا من المؤسسة، وهذا أنا حنا كجمعية آباء يعني متنقدرش بصفة شخصية، حنا كجمعية آباء ما بغيناش هاد الأساتذة يمشيو، لأننا عاطينهم الثقة الكاملة فيهم، وحنا داعمينهم وواقفين معاهم في أي حاجة، إلى أن تستقر العملية يعني ديال الدراسة وترجع الوضعية كما كانت إن شاء الله. وحنا كجمعية آباء الدراسة راها مستمرة، وحنا تنشكروا الأساتذة ونشكروا السيد المدير اللي وقف معنا حتى هو، ونشكروا حتى السيد الحارس سي عبد الله اللي تنحييه وقف معنا في جميع الأمور.
عن جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي تنشكروا ايضا المنبر 24. شكرا لكم على المواكبه وعلى الاحداث اللي جرت هنا معك، من شكر لجميع وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لكم. ما تنسوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.